الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك والفقه في الدين. وبعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة ولم يصفه الله بالشرك، فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله، أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله، ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقوم فرعون قد يكونوا أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به، واستجابوا لفرعون في قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: وما علمت لكم من إله غيري. ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده، وذكر الإشراك به أيضا، فكان كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا. فقد تبين أن المستكبر يصير مشركا إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله، لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهؤلاء مستكبرون مشركون، وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله. فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم. وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء، وإن كان عالما بوجود الله وعظمته، كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله. وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر، وكانت مشتقة من شعبه، كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه، وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود، وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى، كما كان يقول من يقول من السلف رحمهم الله: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين، من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله، وقد أوتي نصيبا من الكتاب وحظا من العلم، وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه، وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وهذا كثير منتشر في الناس، والشبه تقل تارة وتكثر أخرى. والشبه يقل تارة ويكثر أخرى. فأما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره للانتفاع به، فهؤلاء يشبهون فرعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين المؤلف رحمه الله يقارن بين طائفتين من الكفار. الطائفة الأولى المستكبرون الذين جحدوا توحيد الله فلم يعبدوا كفرعون وأشباه، والطائفة الثانية المشركون الذين عبدوا الله وعبدوا معه غيره. فكل من الطائفتين يسمى كافر، لكن اسم الكفر أخص بالجاحد، واسم الشرك أخص بالمشرك، وإلا كل منهما مشرك كافر. فالمشرك كافر، المشرك الذي عبد مع الله غيره كافر، لأنه جحد الحق وجحد توحيد الله. والجاحد جحد توحيد الله مشرك، لأنه عبد الشيطان وعبد الهوى. فالمشرك كافر والكافر مشرك.
ولكن إذا كان شركه بطريق الجحود سمي كافر خاصة باسم الكفر، وإذا كان عن طريق عبادة آلهة مع الله سمي مشرك. والمؤلف فارق بينهما فيما سبق، يقول وإذا ولا يزال يقارن بين الطائفتين، يقول إذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، أولئك كان الذين عبدوا مع الله غيره، إذا كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، وفرعون وموسى هو الذي جحد الصانع، قال فرعون وموسى لأن كل من ملك موسى سمى فرعون، لكن كان الفراعنة السابقين لا لم ما جحد الخالق، وإن الذي جحد الخالق فرعون موسى، فرعون الذي بعث الله إليه موسى هو الذي جحد الصانع، وأما الفراعنة قبله ما كانوا يجحدون الصانع، فراعنة فرعون في زمن يوسف ما كان مقرا بوجود الله، ولهذا قال فرعون موسى خاصة. وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع، يعني جحد الخالق، صانع من باب الخبر، يصور بأنه الصانع، صنع الله الذي اتقن كل شيء من باب الخبر، وليس من أسماء الله الصانع، لكن من باب الخبر. وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع، وكان يعبد الآلهة ولم يصل الله بالشرك، كان يعبد الآلهة كما سبق أن قوم فرعون قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، إذن له آلهة يعبدهم دون الله، لكن ما وصف بالشرك، وصف بالجحود لأنه جحد الخالق وقال أنا ربكم الأعلى ما أعرف لكم إلهي غير. يقول مالك رحمه الله فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله، الذي يعبد الله ويعبد غيره يعبد آلهة أخرى مع الله قد يحب هذه الآلهة وهو يحب الله ويحب آلهته الآلهة الأخرى، وقد يحبون آلهتهم أكثر كما قال الله تعالى ومن نفسه يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله. فهؤلاء المشركون قد يحبون آلهتهم مثل ما يحبون الله أو تزيد محبتهم الآلهة على محبة الله، ولهذا قال المؤلف فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبة لله، ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، والمراد بالشتم هنا الذم، ما يلزم من أن يكون بخصوص الذم، فمن تنقص الله وعبد معه غيره ولم يعظم يقال شتم الله يقال شتم، فالشتم يطلق على الذم، ومن قوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن، ملعونة يعني مذمومة، لما ذمت في القرآن سمى الذم لعن، ومثل ما جاء في الحديث أن ابن آدم شتم ابن آدم ولم يكن له ذنب، أما شتمه إياه فقوله إن مع الله آلهة إن الله اتخذ ولدا فجعل هذا شتم لأنه تنقص لله، فتنقص الله وذنبه ثم شتم. قال ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إذن هم يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن آلهتهم إذا شتمت إذا سبت آلهتهم سبوا الله. قال المؤلف فقوم فرعون قد يكونوا أعرضوا، يعني قد يكونون الأصل أن يكون قد يكونون لأن يكون لا ليس لم يسبق ناصب ولا جاز، قد يكونون الأصل يقول قد يكونون قد تحدث منهم قليلا، قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون، إذا قوم فرعون أعرضوا عن الله أول كانوا مشركين ثم أعرضوا عن الله واستجابوا لفرعون في قوله أنا ربكم الأعلى وفي قوله ما أعرف لكم إله غيري، ولهذا لما خاطبهم مؤمن المؤمن آل فرعون ذكر الأمرين وقال رجل من آل فرعون قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون عليكم السبيل، ثم قال ويا قومي الذي آمن ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. فالمؤمن من آل فرعون ذكر الأمرين، ذكر الكفر وذكر الشرك، ذكر الكفر الذي هو الجحود والشرك الذي هو عبادة غير الله معه. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. قال فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحودا وذكر الإشراك به أيضا، فكان كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا. قال المؤلف فقد تبين أن المستكبر يصير مشركا، مثل فرعون مستكبر لكن صار مشركا لا آلهة يعبدها، فقد تبين أن المستكبر يعبد يصير مشركا إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله مثل ما فعل فرعون مستكبر عن عبادة الله وادعى ربوبية ومع ذلك له آلهة يعبدها، لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله،
يعني تسويته على الشرك، تسويته على الشرك نظيره من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. استكبروا عن إخلاص الدين لله ولهم آلهة، يقول كيف نترك آلهتنا لشاعر مجنون، وصف الرسول بهذا. قال: فهؤلاء مستكبرون مشركون، يعني جمعوا بين أمرين استكبار وإشراك، هم استكبروا عن عبادة الله وهم مشركون لأن لهم آلهة يعبدونها مع الله. قال: وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله. فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم كفرا منه. فالمستكبر الذي لا يخلص الدين لله وإن كان له آلهة هذا مستكبر، ولكن الذي لا يقر بالله أعظم استكبارا كفرعون، أعظم كفرا منه. وإبليس، إبليس يأمر بالأمرين، هو الذي يأمر بالاستكبار ويأمر بالشرك، اجتماع بين الأمرين يكون أشد كفرا منهم. ولهذا قال: وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء، أعظم كفرا من المشركين وأعظم كفرا من المستكبرين كفرعون، لأنه جمع بين الأمرين. وإن كان عالما بوجود الله وعظمته، إبليس عالم بوجود الله كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله، لكن لا ينفع هذا العلم ما دام مستكبر عن عبادة الله، لا ينفع العلم بدون انقياد، لا ينفع. قال: وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعابه، كما أن الطاعة كلها شعبة من شعابه لما مشتقة منها، هذا معلوم، البدع والمعاصي شعب من شعاب الكفر والطاعات من شعب الإيمان. قال: وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود، الذي يعرف الحق ولا يتبعه سمى غاو يشبه اليهود، الذي يعلم الحق ولا يعبد الله، وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى، يعبد الله على جهل وضلال. وكانت كما كان يقول من قال من السلف: من فسد من العلماء ففيه شبه باليهود، لأن اليهود معهم علم ولا معهم علم، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبد الله على جهل وضلال. هذه المقالة مشهورة عن سفيان، سفيان الثوري أنه قال: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال المؤلف رحمه: فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين. ما هم الشبهين الفاسدين؟ لا يتشبه باليهود الذين معهم علم ولا معهم به، ولا يتشبه بالنصارى الذين يعبدون الله جهلا وضلالا. فسرها فقال: من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله، وقد أوثي نصيبا من الكتاب وحظا من العلم. كاليهود، اليهود عندهم استكبار وعندهم قسوة عن التعبد والتأله لله، وأوثي نصيبا من الكتاب، ومن فسد من هذه الأمة فهو كذلك. وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله، يعبدون الله ويتألهون لكن يشركوا مع الله غيره، وضلال عن سبيل الله وحي وشرعه، وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية يبتدعوها النصارى. قال: وهذا كثير منتشر في الناس، والشبه يقل تارة ويكثر أخرى، أحيانا يكون فيه شبه قليل من هذه الطائفة وفي شبه من الطائفة الأخرى كثير، وهو بالعكس. قال: فأما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره للانتفاع به، فهؤلاء يشبهون فرعون. المستكبر الذي يتأله بغيره، يعني يتعبد بغير الله ولا يعبد الله وإنما يعبد غيره للانتفاع به، هؤلاء يشبهون فرعون لأنه استكبر عن عباد الله. نعم. فصل: لفظ الإسلام يستعمل على وجهين متعديا، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فقوله: فقد أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم الآية، وقوله في دعاء المنام صلى الله عليه وسلم: أسلمت نفسي إليك، ويستعمل لازما، كقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض، وقوله جل وعلا عن بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهو يجمع معنيين: أحدهما الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك وإفراده، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وعنوانه قول لا إله إلا الله، وله معنيان: أحدهما الدين المشترك،
وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. والثاني ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج، وهو الشريعة والطريقة والحقيقة، وله مرتبتان، أحدهما الظاهر من القول والعمل وهي المباني الخمس، والثاني أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن. فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله والحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وبالتفسير الثاني يقال إن الدين عند الله الإسلام، وقوله وذلك دين القيمة، وقوله آمركم بالإيمان بالله، وفسره بخصال الإسلام. وعلى هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام سواء، وهو الذي لم يفهم المعتزلة غيره، وقد يراد به معنى ثالث وهو كماله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون أسلم غيره أي جعله سالما منه. نعم، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تقسيمات للإسلام ومعاني. فصل قال لفظ الإسلام يستعمل على وجهين، متعديا ولازما. لفظ الإسلام يستعمل متعدي ويستعمل لازم. المتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعول، واللازم هو الذي لا يتعدى إلى مفعول، حينما يأتي فعل وفاعل هذا لازم، والمتعدي يكون منه فعل وفاعل ومفعول. قال وفق الإسلام يستعمل على وجهه، متعديا كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا متعدي يتعدى إلى مفعول، ممن أسلم وجهه لله، وجهه مفعول، والفاعل ضمير، إذا فعل وفاعل فهذا متعدي لأنه تعدى إلى مفعول. ومثله قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، أسلمت وجهي، التاء فاعل، وجهي مفعول، إذا تعدى إلى مفعول. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المنام أسلمت نفسي إليه، يعني في عند النوم كما في هذه البراء الصحيحين، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك إلى آخر الدعاء. قل أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي، التفاعل، أسلمت فعل، فعل وفاعل، تفاعل، نفسي مفعول، إذا تعدى. ويستعمل لازما لا يتعدى إلى مفعول كقوله تعالى إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلم قال أسلمت، أسلمت فعل فاعل ما في مفعول ما يتعدى إلى مفعول، ما يقال أسلمت زيدا ولا أسلمت، قال أسلمت أنا. وقوله تعالى وله أسلم ما في السماوات والأرض، أسلم هذا لازم، أسلم هو فعل فاعل. وقول عبد القيس وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين. إذن هذا التقسيم الأول، الإسلام ينقسم إلى لفظ الإسلام يأتي متعدي ويأتي لازم، ثم التقسيم قال وهو يجمع عليه، الإسلام من جهة المعنى يجمع عليه، هناك من جهة التعدي، من جهة التعدي والإعراب ينقسم إلى قسمين، الإسلام متعدي ولازم. والتقسيم الثاني من جهة المعنى، الإسلام يجمع عليه، المعنى الأول الانقياد والاستسلام، والمعنى الثاني الإخلاص والإفراد. الانقياد والاستسلام، أسلم يعني انقاد، استسلم يعني انقاد لشرع الله ودينه واستسلم ولم ينقد لغيره، التزم بشرع الله ودينه، هذا الانقياد. والمعنى الثاني إخلاص ذلك وإفراده لله، يعني أخلص عمله لله، لم يعبد إلا الله، يعبد الله ولا يعبد غيره، أسلم يعني أخلص، كقوله تعالى ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، الشيخ سلما لرجل، رجل سلما لرجل يعني منقاد لرجل، الأول فيه شركة، هذا مثل التوحيد والشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله، هذا مثل المشرك والموحد،
المشرك مثله مثل شخص عبد له عدة السياد شركة بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا يدري من يرضي، إن أرضى هذا أغضب هذا وإن أرضى هذا أغضب هذا، في شركاء متشاكسون مختلفون، اللي يريد هذا لا يريد هذا واللي يريد هذا لا يريد هذا، ماذا يعمل هذا العبد المسكين؟ إن أرضى هذا أغضب هذا وإن أرضى هذا أغضب هذا. والثاني رجل سلم الجرد واحد عبد واحد أقصص سيد له سيد واحد سيده يعتني به وهو يعرف ما يرضي سيده فهو مرتاح مرتاح من تطاحن الشركة، الأول هذا مثل المشرك والثاني مثل الموحد. والشهد قال رجلا سلم الجرد يعني منقاد خالص لرجل واحد يعرف سيده ويعرف ما يرضيه ويقوم بطاعته وسيده يعتني به فهو مرتاح من تطاحن الشركاء، بخلاف الأول فإن فيه شركاء متشاكسون أيضا مختصمون. الأول مثل المشرك هذا مثل ورجل سلم الرجل هذا معنى قوله سلم الرجل يعني خالص، هذا مثال الإفراد والإخلاص. إذن الاستسلام له معنيان انقياد واستسلام والثاني إخلاص وإفراد. أسلمت وجهي لله رب العالمين مثل ما سبق ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص وجهه لله، هذا إخلاص أخلص وجهه لله. أسلمت مع أسلم الله رب العالمين استسلمت وانقدت أسلمت لله رب العالمين، هذا الانقياد الانقياد والاستسلام. أسلمت لرب العالمين هذا الانقياد والاستسلام. أسلم وجهه يعني أخلص عمل الله، فالانقياد والاستسلام مثل أسلمت لله أسلمت لرب العالمين هذا الانقياد. ومثال والمعنى الثاني الإخلاص أسلمت وجهي لله أسلم وجهه لله أسلمت وجهي لله يعني أخلص عمل الله. وله معنيان أيضا، هذا تقسيم آخر تقسيم ثالث. الإسلام له معنيان من جهة العموم والخصوص، من جهة العموم والخصوص. إذن كم تقسيم الآن؟ ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول من جهة التعدي واللزوم، تقسيم القسمين متعدي واللزوم. والتقسيم الثاني من جهة المعنى، ينقسم له معنيان الانقياد والاستسلام والإخلاص والإفراد. والتقسيم الثالث من جهة الاشتراك والخصوص. فالإسلام له معنيان، المعنى الأول الدين المشترك، والمعنى الثاني الدين الخاص. إذن الإسلام له معنيان، الإسلام معناه العام ومعناه الخاص، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإسلام العام، والقسم الثاني الإسلام الخاص. الإسلام العام هو الدين المشترك، هو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث الله به جميع الأنبياء. هذا الإسلام معناه العام، الإسلام معناه العام هو الدين المشترك، هو توحيد الله والحذر من الشرك وطاعة كل نبي في زمانه، هذا الإسلام معناه العام. دين الأنبياء جميعا هو دين آدم، دين نوح، دين هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة، دين الأنبياء جميعا هذا الإسلام معناه العام، وهو الدين المشترك وهو التوحيد، توحيد والحذر من الشرك وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة والأوامر والنواهي، هذا المعنى الأول. قال أحدهما الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على اتحاد دينهم وصول الكتاب والسنة. والثاني الإسلام الخاص وهو ما جاء به محمد من الشريعة الخاتمة، الإسلام بمعناه الخاص ما جاء به محمد عليه من الشريعة الخاتمة. والثاني ما اختص به محمد خصوصا من الدين والشريعة والمنهاج وهو الشريعة والطريقة والحقيقة. وله مرتبتان، الإسلام له مرتبتان، المرتبة الأولى الظاهر، المرتبة الأولى الظاهر وهو ظاهر، المرتبة الأولى الظاهر
العمل الظاهر، والمرتبة الثانية الباطن، العمل الباطن ظاهر وباطن. فالظاهر هي الأقوال والأعمال الظاهرة، وهي المباني الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. لما سأل النبي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا الظاهر، الإسلام الظاهر من الأقوال والأعمال، وهي المباني الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. والثاني الباطن، أن يكون هذا الظاهر مطابقا للباطن، أن تكون الأعمال الظاهرة يصدقها الباطن ومصدق في الباطن، ما يكون منافق، لأن المنافق ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ولكنه في الباطن مكذب. هذا ما عنده الإسلام في الباطن، عنده الإسلام في الظاهر. لا بد من الإسلام في الظاهر والباطن. في الظاهر يأتي بالأعمال، ينطق بالشهادتين ويصوم ويزكي ويصلي ويحج ويصوم، وفي الباطن يكون مصدق مؤمن بالله وبرسوله. إلى هذه المرتبة ظاهر وباطن. المرتبة الأولى الظاهر والقول والعمل وهو من الخمس، والثاني أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن. قال المؤلف رحمه الله: فبالتفسير الأول جاءت الآية الثانية في كتاب الله، وبالتفسير الثاني يقال إن دينهم. التفسير الأول مراد به الإسلام بمعناه العام، وهو الدين المشترك. جاءت الآيتان من كتاب الله، ما الآيتان؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه آيتان فيه تدلان على المعنى العام، إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل في أي زمان وفي أي مكان، من ابتغى غير الإسلام فلن يقبل. هذه آية ثانية. والحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثان: حديث إن معاشر الأنبياء دي إخوة لعلاك، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. حديث يقول النبي مع إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، دين واحد هو التوحيد، وأمهاتنا شتى يعني الشرائع مختلفة، كما قال لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. يقول النبي إن معاشر الأنبياء إخوة لعلاك، إخوة العلات هم الإخوة من الأب، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الدين واحد هو التوحيد، والأمهات شتى يعني الشرائع مختلفة، كما قال لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، وجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقول: لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء ما كلهم دينهم واحد، كما في رجل بنى بيتا، كلهم بيتهم واحد دينهم واحد. قال الأول بالتفسير الأول عن الدين المشترك: جاءت الآيتان من كتاب الله والحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام من الإيمان، عام، والإيمان خاص، لأن الإسلام يشمل يطلق على العاصي وعلى المطيع، والإيمان لا يطلق على المطيع. قال: فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مطيع فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأنه قد يكون عاصي فيسمى مسلم ولا يسمى مؤمن إلا بتقييد. وبالتفسير الثاني وهو ما جاء به الإسلام بمعناه الخاص، ما جاء به محمد في الشريعة الخاصة، قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: وذلك دين القيمة، وقوله: أمركم بالإيمان بالله، وفسر بخصال الإسلام، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الفروض. قال: وعلى هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام سواء، يعني عند الإطلاق، عند الإطلاق الإيمان التام والدين والإسلام سواء، وهو الذي لم يفهم المعتزلة غيره. المعتزلة قالوا الإسلام جميع الأعمال، لكن قالوا إذا ترك واجب من الواجبات خرج من الإيمان، انتهى إيمانه، أو فعل محرم المحرمات. قال: وقد يراد به معنى ثالث وهو كمال الإيمان، أو كماله، كمال الإيمان وكمال الإسلام، وهو قوله: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الكمال، وإلا فالذي لا يسلم من لسانه ويده يسمى مسلم لكن ليس عنده كمال الإسلام، فيكون أسلم غيره أي جعله سالما منه، من سلم مسلما من لسانه ويده يعني أسلم غيره، أي كان الناس سالمون منه من لسانه ويده. نعم. ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق، وليس مطابقا له، بل لا بد أن يكون تصديقا عن غيب، وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا، لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة،
وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب، والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا، فإما تصديق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية، وإما القلب واللسان كما تقول المرجئة، أو باللسان كما تقول الكرامية، وإما التصديق بالقلب والقول والعمل، فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث كما فسره شيخ الإسلام وغيره، وقيل بل هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر كقوله جل وعلا: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. ولأن قر وآمن متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في الإقرار، وعلى هذا فالكلمة إقرار، والعمل بها إقرار أيضا. ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقوله: آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون، وقوله: لا يستأذنك الذين لا يؤمنون، وحديث الحياء، ووفد عبد القيس، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن سواي أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما هو نقص عن الكمال. هذا كان العبارة كان فيها يعني خلل، يعني يريد هذا أنه لا يسوى بين أجزائه، فإذا ذهب بعض أجزائه لا بد أن ينقص. نعم. فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. نعم. المؤلف هنا تكلم عن الإيمان، بعد أن تكلم عن لفظ الإسلام ومعانيه تكلم عن لفظ الإيمان، قال: لفظ الإيمان قيل أصله التصديق، الذي في القلب، ولكن ليس مطابقا للتصديق. لماذا؟ لأن التصديق إنما يكون التصديق لا بد أن يكون تصديقا عن غيب، وأما المشاهد يعني التصديق الآن، الإيمان إذا فسر بالتصديق فلا يكون مرادفا له، لأن التصديق يكون عن شيء يصدق الإنسان بالحاضر، وأما الإيمان فلا يسمى إيمان إذا كان شيئا حاضرا، وإنما يكون الإيمان عن شيء غائب، إذا صدقت بشيء غائب يسمى إيمان، وإذا صدقت بشيء حاضر يسمى تصديق، إذا صدقت بشيء حاضر يسمى تصديق ولا يسمى إيمان، وإذا صدقت بشيء غائب يسمى تصديق وإيمان. إذن القول بأن الإيمان هو التصديق لا يكفي، غير مرادف له، وإذا قال لفظ الإيمان قيل أصل التصديق وليس مطابقا له، ليس التصديق مطابق الإيمان، بل هناك فرق، ولهذا فالمرجئة الذي يقول الإيمان هو التصديق هذا غلط، فرق بين الإيمان والتصديق. التصديق يكون في من صدق عن شيء مشاهد حاضر يسمى مصدق ويسمى أيضا مؤمن، وأما المؤمن فلا يقال لمن صدق بشيء حاضر لا يقال له مؤمن، إنما يقال المؤمن إذا صدق بشيء غائب، ولا يقال المؤمن في أصل التصديق وليس مطابقا له، بل لا بد أن يكون تصديقا عن غيب يعني الإيمان، وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديق إيمان، إذا أخبرت عن شيء مشاهد يسمى تصديق ولا يسمى إيمان، وإذا أخبرت عن شيء غائب يسمى إيمان، لأن يقول المؤلف لأنه يعني الإيمان من الأمن الذي هو الطمأنينة، وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب،
إذا كان رجل لأنه ما يدري، والمشهودات لا ريب فيها، الشيء المشاهد ما في ريب، أما الغائب قد يكون في ريب، قد يكون الإنسان في ريب في شك، أما الشيء المشاهد بعينه هذا ما في ريب، ولهذا ما يسمى إيمان، تصديق بالمشاهد ما يسمى إيمان، وإنما تصديق بالغائب يسمى إيمان. لماذا؟ لأن الغائب قد يكون في ريب والمشاهد ليس في ريب، ولهذا قال وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع في ريب، والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا. فأما تصديق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن فالإيمان ما هو؟ يقول إما أن يقول الإيمان تصديق القلب فقط، وهذا يقوله من؟ الجهمية والأشعرية. وإما أن يكون الإيمان تصديق القلب واللسان، وهذا كما تقول المرجئة، يعني يكون مرجئة الفقهاء وحنيفة وأصحابه، أو يكون الإيمان هو التصديق باللسان، فهذا تقوله الكرامية أتباع محمد بن الكرام، وإذا نطق إذا صدق باللسان يكون مؤمن، وإن كان مكذبا بقلبه يكون مخلد في النار عنده. وإما التصديق بالقول بالقلب والقول والعمل، وهذا هو الذي قرره جماهير أهل السنة. قال فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث. وقيل الإيمان هو الإقرار، هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. قيل أن الإقرار أوسع من التصديق، التصديق خاص بالخبر، إذا صدق الخبر قل مصدق، وأما الإقرار يشمل الخبر والأمر، إذا صدق وعمل يسمى يقال أقر. فإذا صدق المسلم بوجوب الصلاة وصلى ثم يقال أقر، أقر لأنه صدق الخبر، لأنه صدق الخبر وعمل بالأمر. أما إذا صدق ولم يعمل فإنه يسمى تصديق. قال المؤلف ولأن كما قال الله تعالى أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، يعني صدقوا وعملوا. قال ولأن أقر وآمن متقاربان، يعني القول بأن الإيمان هو الإقرار أقرب من قول هو القول بأنه التصديق. فالإيمان دخول في الأمر، والإقرار دخول في الإقرار، وعلى هذا فالكلمة إقرار والعمل بها إقرار أيضا. فإذا الإقرار يشمل التصديق والعمل بخلاف التصديق لأنه خاص بتصديق الخبر. قال المؤلف ثم هو في الكتاب عن الإيمان بمعنى أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب هو التصديق، والفرع هو العمل، فلهذا يفرق بينهما بقول آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما هو الإيمان الكامل، كما يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، لا يستغرق الذين يؤمنون بالله ولا واحد، واحد الحياة وشعبة من الإيمان، واحد يوفي عبد القيس أمركم من الإيمان بالله وحده، أهدتم من الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. قال وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، وهو التصديق والإقرار في القلب، ومن واجب ينقص بفواته نقص يستحق صاحبه العقوبة، كما لو ترك واجب من الواجبات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا ينقص نقص يستحق العقوبة وإقامة الحج. ومن مستحب يفوت بفوات علو الدرجة، إذا ترك السنن الرواتب والسنن والوتر وصلاة الليل نقص فاته مستحب، ولكن ما يكون ما ترك واجبا. قال فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، فالظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، والمقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يفعل شيئا من النوال، هذا مقتصد، والسابق هو الذي أدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، كالحج وكالبدن وكالمصل وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فالإيمان له أجزاء، يقول إذا ذهب نقص عن الأكمل، إذا شيء من الأجزاء نقص شيء من الكمال، إذا نقص ترك شيء من الواجبات هذا نقص الإيمان وصار عاصيا، وإذا ترك شيء من المستحبات نقص الكمال. قال وهو ترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا الذي ينقص به الإيمان. ومنهما نقص ركنه وترك الاعتقاد والقول، الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، إذا ترك الاعتقاد والقول هذا ليس المؤمن. قال وبهذا تدل شبهات الفرق، وأصل الإيمان في القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. إذن فرق بين الإيمان والإسلام، الإسلام أصله في القلب وهو التصديق وكماله الأعمال، والإسلام بالعكس أصله العمل الظاهر وكماله القلب. نعم.
فصل معلوم أن الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي كما بينته في أول الجزء. فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل. وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك. وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه. ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق. والإقرار ضمن قول القلب، نعم. ضمن، نعم. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر، والانقياد له فيما أمر. كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له، فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله جل وعلا في القرآن من نفاق المنافقين في حياته صلى الله عليه وسلم. والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض. فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. ثم هنا نفاقان، نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة. فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه، فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ولا وجوب طاعته فيما أمر، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم القدر علما وعملا، وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو إما بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر، كما هو قول الصابئة الفلاسفة في هذه المسألة وفي غيرها. فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض، بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبا، بل يرون ذلك من التمسك بمذهب إمام مثل التمسك بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك، وهذا دين التتار ومن دخل معهم. أما النفاق الذي هو دون ذلك، فأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فهم يعتقدون أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك، بل يسلكون مسلكا آخر، إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجه، وإما من جهة التقليد. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يعرضوا عنه، وإما أن يردوه إلى ما سلكوه. فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم باطنا وظاهرا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضل الخلق، وأنه رسول، وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته كفروا، وهذا كثير جدا. لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا. نعم، المؤلف رحمه الله في هذا الفصل تكلم عن الإيمان وعن النفاق. قال: معلوم أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي. لا شك أن هذا هو أصل الإيمان، الإيمان بالله ورسوله، يعني بباطن يصدق ويقر بالله ورسوله، يؤمن بالله ربا وملكا وإلها ومعبودا بالحق،
ويؤمن بأن الرسول رسول الله وأنه خاتم النبي وله نبي بعده. هذا أصل العلم الجاهل. قال فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شواذ والفرق. يعني الإيمان بالله يعني الإقرار بالله هذا أمر فطري أقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شذ. شذ من الطوائف مثل الفلاسفة الدهرية الذين لا يؤمنون بالرب ولا بالبعث، يقول لا رب ولا معاد، وإنما بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد. تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد. هؤلاء شذوا شواذ. وكذلك الإسماعيلية الذي يقول الشريعة ظاهر وباطن، يقول الصلاة عبارة عن خمسة أسماء تحفظ هذه الصلاة الخمس الباطن، علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذا الصلاة عندهم. والصيام كتمان سر المشايخ مشايخهم شيوخهم، والحج سفر للشيوخ. هؤلاء الإسماعيلية باطلية أكثر من اليهود والنصارى، يقول المؤلف أجمع المسلمون عنهم أكثر من اليهود والنصارى الباطنية والإسماعيلية. وكذلك هؤلاء شذوا لأنهم لا يؤمنون بالرب ولا بالمعاد، هؤلاء شذوا. وكذلك من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل، من كان يظهر التمسك بملل باليهودية والنصرانية لكنه نافق. قال وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك. يقول الإيمان بالله في الجملة أقر به جمهور الخلائق جماهير الناس، يعني جميع الأمم وجميع طوائف بني آدم كلهم في الجملة يقرون بوجود الله ولا يجحدون. الذي يجحد وينكر وجود الله طوائف يعني شاذة، منها الفلاسفة الدهرية ومنها الإسماعيلية ومنها من يقول بالصدفة ومنهم وكذلك الطبيعيين الذي يقول بالطبيعة ومنهم فرعون والاتحادية. هؤلاء شذوا المجموعة البشرية، وإلا فجميع طوائف بني آدم في الجملة يقرون بوجود الله. قال المؤلف وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به. ما يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان بالرسول، فمن آمن بالله ولم يؤمن بالرسول لم يقبل منه، ومن آمن بالرسول ولم يؤمن بالله لم يقبل منه. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تصح منه. الشهادتان إحداهما مرتبطة بالأخرى، وإذا أطلقت إحداهما دخلت في الأخرى. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله دخلت في أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله دخلت في أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا اجتمعت فسر الشهادة الأولى بشهادة الله بالوحدانية، وفسر الثانية بشهادة النبي بالرسالة. إذن الشهادتان المهمة الإيمان بالرسول، يقول إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدون الإيمان بالرسول، إذ هو الطريق إلى الله. الطريق إلى الله جاء إنما يكون عن الإيمان بالرسول واتباع شريعته. قال هذا المؤلف ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. طيب الإيمان بالله هل هو التصديق؟ قال المؤلف لا، التصديق ما فيه، بل الإيمان بالله هو الإقرار، لأن الإقرار يجمع شيئين، يجمع شيئين ما هما؟ تصديق وأمر، يعني اتباع يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، يشمل امتثال الأمر والتصديق، التصديق بالخبر واتباع الأمر، هذا الإقرار. فأن تصدق بالخبر، الخبر جاء عن الله وعن رسوله، وتتبع الأمر، الأوامر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، سواء أوامر بالفعل أو أوامر بالترك، أمر بالفعل، أمر بالفعل كقوله أقيموا الصلاة، وأمر بالترك كقوله ذروا ما بقي من الربا، لا تقربوا الزنا. فإذا الإقرار يشمل أمرين، تصديق الخبر واتباع الأمر وامتثال الأمر، بخلاف التصديق فإنه خاص بتصديق الخبر. ولهذا قال ومعنى أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق. قول القلب يشمل أمرين، تصديق وقبول للأمر. قال وعمل القلب الذي هو الانقياد، عمل هذا عمل القلب، عمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر. عمل القلب انقياد،
وقول القلب أو الإقرار تصديق وامتثال للأمر، والانقياد وعمل القلب سهو الانقياد. ينقاد، ايش معنى ينقاد؟ إن يصدق الأخبار ويمتثل الأوامر وينفذ الأوامر، هذا المنقاد. المنقاد، ولهذا كلمة لا إله إلا الله لا بد لها من القيام. والإنقاد معناه هو أن تصدق خبر الله وخبر رسوله وتنفذ الأوامر. ولهذا قال وعمل القلب الذي هو الإنقياد تصديق الرسول فيما أخبر والإنقياد له فيما أمر. كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له، الذي المقر بالله هو المعترف والمتعبد لله. قال فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته، يعني يظهر أنه متبع الرسول وهو في الباطن لا يتبع الرسول. والكفر هو عدم الإيمان، الكفر الكافر هو الذي لا يؤمن، وسواء كان هذا الكفر معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو عمل، كل هذه أنواع من الكفر. الكافر هو الذي لا يؤمن، لا يؤمن لماذا؟ قد يكون مكذب، فالمكذب كافر، وقد يكون مصدق لكن مستكبر، مستكبر عن اتباع الأوامر مثل كفر إبليس وفرعون، وقد مستكبر وإباء، إباء الإباء والاستكبار معنى واحد، كفر الاستكبار والإباء، الإباء يعني إعراض. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، كفر بالإباء أو إعراض يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذه كلها أنواع من الكفر. قال المؤلف فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. إذا لابد في القلب من أمرين، تصديق بالخبر وانقياد للأمر. ثم ذكر المؤلف نوعين من النفاق، كل نوعين من النفاق صاحبه كافر وإن كان مصدقا بالرسول، تجده مصدق للرسول ومعظم للرسول ومع ذلك كافر. كيف ذلك؟ انظر نوعين من النفاق، نوعين من النفاق، وصاحب هذا النفاق صاحب الكفر يصدق الرسول ويعظم الرسول ومع ذلك منافق. كيف ذلك؟ واحدهما أشد من الآخر. النفاق الأول نفاق لأهل العلم والكلام، والثاني نفاق لأهل العمل والعبادة. النفاق الأول لأهل العلم والكلام، والثاني نفاق لأهل العلم والعبادة. قال فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه هو ألا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به، يعتقد أنه لا يجب تصديق الرسول، بل يجوز الرسول أن يصدق ويجوز أن لا يصدق. يعتقد في قرة نفسه يقول يجوز أن يصدق محمد ويجوز أن لا يصدق، من صدق فلا حرج ومن كذب فلا حرج، هذا كافر بإجماع المسلمين. وكذلك أيضا لا يرى وجوب طاعة الرسول، بل يقول يجوز أن يطاع الرسول ويجوز أن لا يطاع، هذا كافر بإجماع المسلمين. ولو كان مع ذلك يعتقد أن الرسول عظيم القدر علما وعملا ما ينفع، ما دام أنه يعتقد أنه لا يجب تصديق الرسول ولا يجب طاعته، ولا اعتقد مع ذلك، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، ويرى أنه تحصل السعادة النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، يقول لا يضر اختلاف الملل، المعبود واحد، من تدين باليهودية أو تدين بالنصرانية أو تدين بالفلسفة المعبود واحد، هو يعبد، كل يعبد الله، ويرى أن تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، عن طريق الفلسفة تحصل النجاة والسعادة عن طريق اتباع محمد أو عن طريق الفلسفة أو عن طريق الصبر سلوك طريق الصابع أو عن طريق التهود وهو أن يكون عن طريق اليهود أو عن طريق التنصر يكون عن طريق الانتصار، كما هو قول الصابع والفلاسفة في هذه المسألة وغيرها. فإنهم وإن صدقوا الرسول وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض، قد يصدقون الرسول ويطيعونه لكن يعتقدون أنه لا يجب تصديق الرسول على أهل الأرض جميعا، ولا يجب اتباع الرسول على جميع أهل الأرض بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبا، بل يرون ذلك يعني طاعة الرسول مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة الشيخ أو طاعة ملك. قال وهذا دين التتار ومن دخل معه، يقول الرسول يجوز تصديقه ويجوز أن لا تصديقه، يجوز أن يتبع ويجوز أن لا يتبع، ويجوز أن يطاع ويجوز أن لا يطاع، مثل التمسك مذهب إمام وطريقة الشيخ وطاعة الملك، هذا صاحبه كافر بإجماع المسلمين، هذا دين التتار ومن دخل معه. النفاق الثاني اللي دون هذا وإن كان كافرا صاحبه وهو
نفاق لأهل العلم والعبادة. فأن يطلب العلم بالله لكن من غير خبره، ويطلب العمل لله لكن من غير أمره، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة وبالثاني كثير من المتصوفة. يطلب العلم بالله لكن ما هو من طريق من خبر الرسول، من خبر ولا خبر الرسول. لماذا يطلب؟ عن طريق القياس، عن طريق مثلا الأقيسة التي مثلا يصوغها البناطقة والفلاسفة. وكذلك يطلب العمل بالله لا من طريق يعمل لله لكن من غير الأوامر والنواهي، من غير أمر الله وأمر رسوله، عن طريق التصوف، عن طريق عبادة الصوفية. فهم يعتقدون أنه يجب تصديق يعني الرسول أو تجب طاعته، لكن في سلوكهم العلمي والعمل غير سالكين هذا المسلك. ما يسلكهم العلمي ما يأخذون الخبر عن الله من لا، ما يأخذون العلم بالله من خبر الله وخبر الرسول، لا، بل من طريق الأخذ، طريق الفلسفة أو الصبو أو القياس. وفي سلوكهم العملي ما يعملون بالأوامر والنواهي، لكن يعملون عن طريق الوجه أو القياس أو الذوق أو التقليد. ولهذا قال بل سلوكهم مسلكا آخر، من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق أو الوجه، هذا عند الصبي، وإما من جهة التقليد. وما جاء عن الرسول ماذا يعملون به؟ إما أن يعرضوا عنه بالكلية، وإما أن يردوه إلى ما سلكوا، إما أن يعرضوا عنه بالكلية، وإما أن يردوه إلى القياس والذوق والوجه. قال ولي فانظر نفاق هذين الصنفين. من هو الصنف الأول؟ نفاق أهل العلم والكلام، والثاني أهل العلم والعبادة. فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم باطنا وظاهرا بأن محمدا أكبر الخلق وأفضل الخلق وأنه رسول وأنه علم الناس. يعترفون باطنا وظاهرا أن محمد أكبر الخلق عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الخلق وأنه رسول وأنه علم الناس، لكن هل يكفي هذا؟ لا، ما يكفي هذا، لأنهم لم يوجبوا متابعة على جميع الخلق. فإذا لم يوجبوا متابعة على جميع الخلق وسوغوا ترك متابعة كفر، كفرهم بأي شيء؟ كفرهم بأنهم ما أوجبوا متابعة الرسول على كل أحد، بل يقولون يجوز أن يتبع الرسول ويجوز أن يتبع غيره. ولو كانوا يقولون أن الرسول أكبر الخلق وأنه أفضل الخلق وأنه رسول وأنه علم الناس، ما يكفي هذا. إذا لم يوجبوا متابعة الرسول عليه الصلاة على كل أحد وسوغوا ترك متابعته كفروا. قال المؤلف هذا كثير جدا، وبسط هذا الكلام في مواضع أخرى، بسط في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة وفي غيرها من كتبه. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع أمره، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وعلى هذا نكون انتهينا من كتاب الإيمان الأوسط، ويكون هذه الليلة هي آخر الدروس، والقابلة ليس فيه درس إن شاء الله. وإن شاء الله في السنة القادمة صلى الله عليه وسلم طيبة نأخذ إن شاء الله كتاب آخر من كتب السنة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع أمره، وصلى الله على محمد. والآن يأتي دور الأسئلة.